في رسالة بولس إلى أهل روميا يقول المحبة لا تصنع شر للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. وهذه المحبة أحبائي ما بتشوفها ولا في أي كتابات إلا في الكتاب المقدس كلمة الله الحية. وهذه القاعدة أحبائي يعني مثل ما ذكرت أنه تبتدي بآية أنه منقدر نروح لله باحتياجاتنا، والله يعطي دايما عطايا جيدة. الرب يسوع في عزته على الجبل قال طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، اغفروا لكي يغفر لكم، وأن لا ندين فيسوع هو الديان. كل عطية صالحة من عند الرب في يعقوب الإصحاح الأول. القاعدة الذهبية أحبائي أنه كيف تتصرف، كيف تتعامل، وأنك تعطي الآخرين على أساس مبدأ إلهي.